تخيل معايا تحويل الصيغ من صيغة لصيغة باستخدام برنامج او موقع اونلاين مجاني، وبعد كده هتعدل عليها تعديل بسيط جدا جدا وممكن ما تعدلش من اساسه. الكلام اللي انا قلته ده قادر يدخل ليك اكتر من $30 في الساعة بالاثبات اللي هتشوفه بعنيك النهاردة قبل ما تبدأ معايا الحلقة دي. هكلمك النهاردة عن سوق عمل، عن طريقة جديدة للعمل الحر على الانترنت، سهلة وبسيطة ومش عايزة منك امكانيات كبيرة ومش عايزة منك خبرات ولا حتى سابق عمل. يعني ممكن تبدأ كمبتدئ النهاردة وربنا يكرمك وتشتغل في خلال اسبوع بالكتير، وزي ما قلنا هتوصل لأرباح تتخطى $30 في الساعة. وهقولك ازاي توصل للرقم ده وازاي تطور من نفسك وتوصل لأعلى من الأرقام دي بكتير وتوصل لمشاريع كاملة ممكن تتخطى $1000. هكلمك النهاردة على طريقة من طرق العمل الحر الفريلانسنج، ودي تعتبر الفيديو الثاني او الحلقة الثانية من سلسلة العمل الحر على القناة اللي بكلمكم فيها عن طرق سهلة تشتغل فيها كمبتدئ على الانترنت في مواقع ممتازة سواء كانت عربية او مواقع اجنبية. من غير ما اطول عليك اكتر من كده هدخل على طول على المحتوى العملي، فبعد اذنك ادعمني باللايك والشير والكومنت، وعايز اشوف الكومنت الكويس المحترم بتاعك عشان تشجعني اكمل اكتر. ولو لسه ما اشتركتش شرفني تشترك وتفعل زر الجرس، ونبدأ على بركة الله. يلا بينا. اظن اللي شافوا الحلقة اللي فاتت هم فاهمين احنا بنتكلم عن ايه. بنتكلم على فرصة من فرص العمل الحر او الفريلانسنج اللي ممكن من خلاله انك تدخل ارباح محترمة جدا جدا. انا قلت لك في المقدمه تحويل الصيغ. يعني ايه تحويل الصيغ؟ يعني تحويل من PDF لوورد، من وورد لPDF، تحويل صيغ صور من JPG لBNG، تحويل صيغ ملفات بشكل ما يعني. وممكن برضو داتا انتري، يعني تاخد كده داتا موجوده من على صوره وتحولها لكتابه. هنفهم كل الكلام ده مع بعضينا ونفهم ازاي نطور من نفسنا اكتر واكتر. تعال بس نبص على الافكار والفكره. زي ما قلنا لكم في الحلقه اللي فاتت، خش على موقع Upwork واكتب كلمه convert. كونفرت اللي هي تحويل. هتلاقي عندك ايه؟ كوبي تايبنج فروم PDF فايلز. يعني ايه؟ يعني حول لي من PDF لوورد. هتاخد ملف PDF من العميل هتحوله لوورد. الكلام اللي جوه ملف PDF ده يبقى مكتوب في ملف وورد. اظن طبعا الموضوع ممكن يبان بالنسبه لك انه صعب جدا جدا، انا لسه هكتب الملف من اول وجديد. اقول لك لا، في ادوات بتساعدك خلاص، زي الاداه دي اي لاف PDF، بتاخد منك PDF خلاص، PDF تو وورد اهو. خلاص ده بكده يعني دي اداه جوه الموقع نفسه، ارفع لها ملف PDF هتحلله وهتاخد الكلام اللي موجود جوه منه وتخليه لك في ملف وورد. طبعا الكلام ده ما بيطلعش دقيق بنسبه 100%، عشان كده ما رضيتش اوهمك واقول لك ان كل حاجه اوتوماتيك. ما رضيتش اوهمك واشجعك واحفزك بشكل كبير واقول لك ان كل حاجه هتتم بضغطه زر، لا خالص، انت لازم تعدل. الموضوع ما بيبقاش دقيق 100%، فانت بتعدل على الملف بعد ما تحوله على الاداه دي. تعال بص كده على السعر، 30 ل 60 دولار في الساعه. من 30 ل 60 دولار في الساعة. طب الشغل ده مدته قد ايه وبيطلب قد ايه؟ بيطلب انتري ليفل، يعني مستوى مبتدئ، لحد لسه بادئ، مش عايز حد محترف هو يدفع له 60 و70 دولار في الساعة، هو عايز حد لسه مبتدئ لسه بادئ يشتغل الشغل ده ويديله الارقام دي، تمام؟ بيقول لك الاستيميتد تايم من 3 ل 6 مانس. يعني ايه؟ يعني من 3 ل 6 شهور. شغل هنا من 3 ل 6 شهور، الساعة ب 30 دولار اقل حاجة، تمام؟ عندك هنا less than 13 hour per week، يعني اقل من 30 ساعة في الاسبوع. انت تشتغل 30 ساعة في الاسبوع لو اتقبلت في الشغلانة دي. تعالى بس نعمل حسبة بسيطة، 30 في، خلينا نقول 30 بس يا سيدي، ب 900 دولار. 900 دولار في الاسبوع، يعني في الشهر بحوالي 3600 دولار. 3600 دولار من تحويل ملف PDF الى وورد. ركز معايا، انت مالكش ديدليفت مالكش ديدلاين هنا. انا طبعا بروح الجيم فديدليفت مركزه معايا، ما علينا. مالكش ديدلاين هنا، بمعنى انه مش مطلوب منك في خلال الشهر انك تعمل لي 20 ملف 30 ملف. انت بتاخد الملف بتشتغل عليه وتخلصه بتاخد التاني وهكذا، على حسب طبعا اتفاقك مع العميل. المهم ده موقع من المواقع اللي انت خش ودور عليها هتلاقي عندك شغل زي كده، سمبل داتا كولكشن فروم ايمج. يعني ايه؟ يعني بتجيب داتا موجوده في صوره بتحطها في ملف PDF. خلاص عندك قد ايه؟ من 14 ل 30 دولار في الساعه. نفس الكلام يعني، دور كده وشوف. كوبي تايبنج فروم PDF فايلز، يعني ايه؟ يعني PDF لوورد تاني. نفس الكلام من 30 ل 60. عندك هنا تايب داتا ان MS وورد اللي هو مايكروسوفت وورد، يعني باي سينج ات اون PDF فايلز. يعني ايه؟ يعني بتقرا الكلام اللي موجود في ملف PDF خلاص، ولكن في الوورد. اللي هو ايه؟ اللي هو انا اوضح لك، تبقى فاتح ملف PDF وفاتح ملف الوورد، في ملف الوورد إمكانية إن أنت تتكلم وهو يكتب، الوورد نفسه وأنت تتكلم وهو يكتب. هو بيقول لك هنا إن أنت هتنقل الكلام اللي موجود في PDF
عن طريق صوتك للوورد، هو بيسهل عليك ولكن انت ممكن تحوله عادي، ما عندكش ادنى مشكله. ما علينا من الكلام ده، عندك الاورلي من 20 ل 50 دولار، يعني من 20 ل 50 دولار حق الساعه شغل على تنفيذ المهمه دي، مهمه كونفرتنج، تحويل من صيغه لصيغه تانية. الكلام اللي موجود في موقع زي ده، موقع اي لاف بي دي اف وغيره كتير، في اكتر من موقع زي كده، من بي دي اف لوورد، بي دي اف لباوربوينت، بي دي اف لاكسل، جي بيج تو بي دي اف، بي دي اف تو جي بيج، ايا كان. كل دي ادوات ممكن تستخدمها بشكل مجاني. خلاص، عندنا موقع تاني، موقع اول اي اي تولز، تمام. لو نزلت تحت شويه كده هتلاقي ايه، الايمج اديتنج تولز، في عندك هنا تحويل صيغ للصور، جايب لك برضه نفس الكلام، تحويل صيغ للصور. لو انت عندك صوره عايز تحول صيغتها موجوده عندك هنا. عندك كمان حاجات خاصه بالبرمجه، لو جالك عميل مختص بالبرمجه زي كده مثلا على سبيل المثال السي اس في تو جيسون، خلاص، والتي اس في تو جيسون، هتلاقي شغل للموضوع ده. تقريبا كده عندنا تحت هنا يعني الباينري كونفرتر تول، يعني هتلاقي شويه ادوات محترمه في الموقعين دول، لو دورت هتلاقي كتير. ده كده اول موقع معانا، لو دورت فيه هتلاقي كتير جدا جدا، وهسيب لك انا المواقع دي في وصف الفيديو، اكتب بس كلمه كونفرت. خلاص، لو دخلنا على الموقع الثاني بيبول بير اور، يعني موقع من اشهر المواقع برضو المختصه بالفريلانسنج والعمل الحر، كتبنا كلمه كونفرت بس، كونفرت بس، ودورت هتلاقي انواع كتيره بقى، منها شغل الجرافيك ديزاين لو انت مصمم، وممكن تنفع ان انت تحول من بي اس دي مثلا لتصميم، من لوجو لفيكتور، خلاص، من اللي هو اللوجو العادي البكسل للفيكتور. خلاص، لو انت مصمم 3 دي و2 دي بتحول من ال2 دي لل3 دي، لو انت مبرمج بتحول من البي اس دي لريسبونسيف اتش تي ام ال تمبلت، ايا كان. خلاص، كل الكلام موجود قدام منك هنا، هتشوف الخدمات اللي موجوده دي وتبدا تقارن وتشوف انت تشتغل ازاي وتشتغل على موقع من المواقع دي. ودي طبعا مواقع محترمه جدا جدا زي ما انت شايفين، كونفرت بي دي اف تو اميزنج فليب بوك، يعني ايه، بيحول لك البي دي اف يعني كتاب ممكن تعمله كده اللي هو الفليب يعني بيتقلب. خلاص، لو دخلت على يوتيوب ودورت هتلاقي شروحات كتيره جدا 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 لتنفيذ الكلام ده، وعندك هنا من بي دي اف لورد نفس الكلام، وبيع يعني بيعه محترمه جدا جدا. عندنا هنا موقع الثالث والاخير في المواقع الاجنبيه، انا بقول لك هنا مواقع عربيه ومواقع اجنبيه، موقع فريلانسر، لو دخلنا برده هتلاقي ايه، نفس الكلام، كونفرت فول سكان بي دي اف تو بي دي اف، يعني بوك كتاب كده هو واخده سكان، واخده سكان مصوره يعني من كتاب ورقي، انا عايزك تحوله لبي دي اف. نفس الكلام برضو، ياخد منك شويه وقت، 6 دولار بالساعه، ممكن ياخد منك اسبوعين ده على حسب طبعا شغلك واتفاقك مع العميل نفسه. وكل دي كده الخدمات اللي موجوده، سواء كان سعر ثابت او سعر سعر ثابت زي كده مثلا 450 دولار او 9 دولار او مثلا 3 دولار بالساعه، 14 دولار بالساعه على حسب الشغل طبعا، سواء كان بالساعه او شغل عادي. تمام، تعال نخش على العرب، يعني انت انا بتقول لي دي مواقع اجنبيه صعبه تقبل فيها، تعال نخش بقى على المواقع العربيه لو انت عايز تشتغل مع عرب. عندك هنا موقع مستقل من اشهر المواقع، تحويل تصميم شقه الى 3 دي، نفس الكلام من 2 دي ل 3 دي، قصه الى رسومات، ده عايز حد رسام، تحويل ملف اكسل الى وورد، من ملف اكسل الى وورد، من ملف بي دي اف الى وورد، نفس الكلام، تحويل التطبيق لاي او اس للمبرمجين. خلاص، تحويل ملف بي دي اف الى انفوجرافيك، تحويل ملف باوربوينت الى برنامج وورد، هتلاقي كتير كتير جدا جدا، ومنذ 5 ايام ومنذ يوم، يعني في شغل هنا شغال، يعني في ناس كتيره بتنزل خدمات على الموقع ده، تحويل ملف باوربوينت الى برنامج وورد الى اخره. كل دي كده خدمات متاحه ان انت تقدم فيها، وعلى حسب سعرك هيتقبل فيه الخدمه دي. وعندنا طبعا موقع خمسات لو انت بتقدم خدمات مصغره، كتبت كلمه تحويل، ودي كده كل الاقسام، هتلاقي اقسام كتيره جدا جدا موجوده، منها تحويل صيغ الملفات زي كده، منها تحويل اللوجو، منها كتير جدا جدا. خش على المواقع زي كده ودور، انا بس بديك الفكره وبقول لك ان السوق ده شغال وبيجيب ارباح محترمه جدا جدا للمبتدئين. انا اظن مفيش اسهل من كده للمبتدئين، انت عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني اسهل من كده؟ هتخش على الخمس مواقع دول اللي هسيبهم لك في وصف الفيديو، وتبدا تكريت اكونت على الخمس مواقع، يعني انشئ حساب على الخمس مواقع. تمام؟ وبعد كده ابدا ظبط يعني البروفايل بتاعك، الملف الشخصي بتاعك، وحدد انت هتشتغل على ايه؟ هتشتغل على مثلا برامج المايكروسوفت، خلاص؟ اللي هي مثلا اكسل، الباوربوينت، الوورد، الكلام ده لاخره. انصحك علشان تتقبل اسرع ويبقى عندك خبره وتجيب اسعار محترمه جدا جدا، انك تاخد لك كورس، خلاص، في برنامج او برامج الاوفيس، تاخد كورس كده محترم، اما على كورسيرا او تاخده اوف لاين على منصه اسمها، والله انا فاكر، بس في منصه كده في كورس اسمه ام او اس، ده سيرتيفايد من مايكروسوفت نفسها. لو انت معاك الكورس ده، لو انت معاك الشهادات دي واخد الكورس ده، خلص الكلام، انت حد سيرتيفايد ان انت فاهم في الاوفيس، خلاص، من قبل مايكروسوفت، يعني مايكروسوفت معترفه بيك ان انت حد سيرتيفايد، حد فاهم وحد محترف في برامج الاوفيس.
فلما تيجي تقدم لخدمه وتبقى انت حاطط في البورتفوليو بتاعك او بتقدم في البروبوزل بتاعك ان انت سيرتيفايد من مايكروسوفت، انت يبقى عندك فرصه كبيره ان انت تتقبل. الكلام اظن سهل، ولو اديت نفسك وقت واشتغلت عليه وتعلمته هتشتغل وهتجيب ارباح. ولحد كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو اللي انا عايزك تدرسه كويس جدا جدا، وتدور على فيديوهات مشابهه للفيديو ده وتتعلم عنه اكتر، يعني تدور على المجال ده وتتعلم اكتر، وترجع بعد ما تنجح ان شاء الله توريني الشغل بتاعك عشان اسجف لك على يعني صبرك وعلى مجهودك وعلى عزيمتك اللي انت عملتها لحد ما توصل للارباح دي. اي سؤال في الكومنتات تحت انا هرد عليه بكل صدر رحب. ولحد كده وصلنا للنهايه، كان معاكم محمد ريان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.